صاحب الأفكار الإبداعية والمدير التنفيذي لشركة ديل، أهلا بيكم في سلم النجاح. وقبل ما أحكي لك قصة النهاردة لازم يكون عندك حسن ظن بالله إنك تقدر تعمل زي الناس دي أنت كمان. ما تقوليش الناس دي كانت عايشة في أمريكا، رب أمريكا هو رب أي دولة في العالم، وفي ناس كتير نجحت في بلاد تاني زي الحاج محمود العربي في مصر صاحب توشيبا العربي، ورجل الأعمال السوداني عمار عمر. 23 فبراير 1965 اتولد مايكل ديل. أبوه كان بيشتغل تمرج في عيادة أسنان، يعني ديل بدايته زي بداية أي حد زينا بالظبط. دايما مايكل ديل عايز يشتغل في المدرسة عشان يدخل لنفسه دخل تاني جنب مصروفه، فبدأ يفكر مايكل ديل يشتغل ايه في المدرسة أو في الأجازة يساعد بها نفسه. فجات له أول فكرة إبداعية، ان المكان اللي هو كان فيه كانت الناس بتنزل تشتري طوابع البريد من مكتب البريد، فبدا هو يلف على البيوت اللي في المنطقه اللي حواليه ويقول لهم ان انا ممكن اجيب لكم طوابع البريد لحد البيت، فبدات الناس كلها تعرف ان مايكل ديل هو اللي بيجيب طوابع البريد لحد البيت. بالفعل اشتغل في توزيع طوابع البريد على المنطقه اللي حواليه كلها لفتره، بس ما سكتش مايكل ديل انه يوزع طوابع البريد بس على المنطقه دي، جات له فكره ابداعيه تانية. كان في منطقه سكنيه جنب مايكل ديل فيها 100 عماره، يعني فيها الاف السكان، شركات الجرايد ما كانتش تعرف المنطقه دي، فراح مايكل ديل لشركات الجرايد وقال لهم ان عندنا في منطقه فيها سكان كتير بس بشرط انا اللي وزع على المنطقه دي الجرايد. وافقت فعلا شركه الجرايد ان مايكل ديل يشتغل معاهم، ومن خلال شغل مايكل ديل في توزيع طوابع البريد وشغله في توزيع الجرايد جمع شويه فلوس. وجات له فكره ابداعيه ثالثه، لان في حاجه في العالم اسمها الكمبيوتر الشخصي اللي اخترعه ستيف جوبز صاحب شركه ابل، فخد قرار انه يروح يشتري كمبيوتر من شركه ابل بالفلوس اللي كان بيحوشها من بيع طوابع البريد وتوزيع الجرايد. مايكل ديل ما راحش شركه ابل عشان يشتري كمبيوتر شخصي عشان يلعب عليه ببجي او يسمع عليه افلام او مسلسلات. عايز تعرف مايكل ديل كان جاب الكمبيوتر ده ليه؟ اقول لك، كان بيقول لنفسه هو انا هعرف فك الكمبيوتر ده واركبه لوحدي تاني ولا لا، او بمعنى انا هعرف اصنع كمبيوتر ولا لا. وكان دايما مايكل ديل يقول لنفسه هو ستيف جوبز احسن مني في ايه؟ عايزك بقى تركز معايا شويه، المراهق ده اللي اشترى كمبيوتر من شركه ابل هيبقى بعد كده المنافس الوحيد لستيف جوبز. فبدا مايكل ديل في حلمه وبدا يفك الكمبيوتر بتاعه ويكتب على كل قطعه الرقم بتاعه، وفك الكمبيوتر وركبه لوحده. فبدا يسال نفسه هي قطع الغيار دي موجوده في السوق ولا لا، وبالفعل نزل المحلات وبدأ يسأل هل قطع الغيار دي موجودة ولا لا، ولقى قطع الغيار موجودة ومتوفرة في السوق. كده قطع الغيار موجودة والأفكار موجودة، فمايكل ديل اللي قال لنفسه ان يقدر يقفل كمبيوتر لوحده، بس كان ناقص عنه شوية معلومات. فدي أول مشكلة قابلته. راح مايكل ديل لابوه وطلب منه انه ما يروحش المدرسة لمدة أسبوع وما تسألنيش ليه، فوافق أبوه. فراح مايكل ديل لمعرض من المعارض اللي بيتعرض فيها كمبيوتر ابل وعرف كل المعلومات عن كمبيوتر ابل، عرف كل الاماكن اللي بيشتروا منها قطع غيار الكمبيوتر. وفي الوقت ده كان مايكل ديل في ثانويه عامه ودخل الجامعه، ولما دخل الجامعه طلب من ابوه طلب تاني وقال لابوه ما تسالنيش عن نتيجه سنه اولى عشان في حاجه في دماغي عايز اعملها. فراح مايكل ديل استلف فلوس من جدته عشان يفتح مكان صغير اللي هيعمل فيه الكمبيوتر. كان الكمبيوتر في الوقت ده بيتباع ب 4000 دولار، وبدا مايكل ديل في تصنيع اول جهاز كمبيوتر. ولما عمل مايكل ديل اول جهاز كمبيوتر ما باعوش لاي حد، كان ممكن يديه لابوه، كان ممكن يديه لجدته، كان ممكن يديه لخاله لعمه لاي حد من اهله، لكن مايكل ديل فكر فكرة رابعة إبداعية، وهي ان يديه لواحد صاحبه في الجامعة من اغنياء الجامعة. وفي الوقت ده بدأت الطلبة تقول ان في طالب معاه جهاز كمبيوتر. الفترة دي الكمبيوتر كان بيبقى موجود في المؤسسات والمستشفيات والحكومات بس. كانت الطلبة بتسأل صاحبهم انت جبت الكمبيوتر ده منين؟ فقال لهم ان مايكل ديل اللي عملهولي. فبدأت زمايله تطلب منه جهاز الكمبيوتر، بالفعل عمل لهم أجهزة كمبيوتر كتير وبدأ يبيع هنا وهنا وهنا، وبدأ مايكل ديل يتعرف وبدأ ناس كتير جدا تطلب الكمبيوتر. وفي الوقت ده كانت شركة أبل بتبيع الكمبيوتر بتاعها ب 4000 دولار، ومايكل ديل كان بيبيعه ب 2000 بس.
في الوقت ده مايكل ديل رايح المعرض اللي كان عايز يعرف فيه شوية معلومات عن الكمبيوتر، بس رايح المرة دي المعرض مش عشان يعرف معلومات عن الكمبيوتر، ده رايح كمنافس لستيف جوبز وشركة ابل، وكان كمبيوتر ابل في الوقت ده بيتعرض ب$4000 وكمبيوتر مايكل ديل بيتعرض ب$2000 بس. وفي المعرض الناس كانت بتشوف كمبيوتر ديل عجبهم فكانت الناس بتشتريه، وبالفعل حصلت طفرة كبيرة جدا في بيع كمبيوترات ديل في الوقت ده، وبدأت الشركات والبنوك والمكاتب والحكومات تكلم مايكل ديل ان يعملوا تعاقد معاه عشان يشتروا الكمبيوتر بتاعه. ومايكل ديل دلوقتي عنده 56 سنة وثروته تتعدى $100 مليار. هو ده مايكل ديل اللي كان بيوزع طابع بريد واللي كان بيوزع جرايد برضه. عشان تعرف كل جديد لازم تابعنا على الفيسبوك والانستجرام، ومتنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد فرحان.